لأن بعضهم ذكر مثلا الأحاديث التي تتعلق بالأذكار والأدعية والرقى والرؤى والطب والفتن وأشراط الساعة وغير ذلك، فهل هذه الأبواب ترونها في كتب الفقه؟ الجواب لا. أحاديث الأحكام معناها أدلة المسائل الفقهية من الحديث الشريف، أدلة المسائل الفقهية من الحديث الشريف. فكلمة الأحكام في قولهم أحاديث الأحكام، إما أن ال في كلمة الأحكام ال العهدية، ويكون المعهود هو الأحكام الشرعية المعروفة المدونة في كتب الفقه، وكأنهم يقولون ألفنا لكم هذه الكتب الفقهية وهذه أدلتها من الحديث الشريف، فتكون ال العهدية في الأحكام. ويمكن أن تكون ال هنا الاستغراقية، وحينئذ تكون كلمة الأحكام من العام الذي أريد به الخصوص، فإن كلمة الأحكام تشمل كل حكم في الشريعة لكن أريد بها خصوص أحكام الفقه، فكل ذلك ممكن. ومن ثم فالمراد كما قلنا بأحاديث الأحكام هي المصنفات التي اختصت بهذا النوع من الحديث، المؤلفات التي جمعت دليل المسائل الفقهية من الحديث الشريف. وبهذا يعرف الفرق بين كتب أحاديث الأحكام وكتب الحديث العامة، فإن كتب الحديث العامة الجوامع والمسانيد وغير ذلك، كتب السنة العامة، هذه ضمت أحاديث الأحكام الفقهية والعقدية وما يتعلق بالسير والمغازي والطب وغير ذلك من الأبواب التي وردت فيها أحاديث نبوية شريفة، بخلاف النوع الأول المقصود هنا وهو أحاديث الأبواب الفقهية. لكن هذا في الجملة، وإلا فكثير من المصنفات في أحاديث الأحكام ضمت إلى أبواب الفقه أبواباً أخرى غير معهودة في كتب الفقه، كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لأن بعضهم ذكر مثلاً الأحاديث التي تتعلق بالأذكار والأدعية والرقى والرؤى والطب والفتن وأشراط الساعة وغير ذلك، فهل هذه الأبواب ترونها في كتب الفقه؟ الجواب لا. لكن والله أعلم أنها تذكر تبعا لا أصالة، ولهذا بعضهم أخلى كتبه من هذه الأبواب التي ذكرناها، مع أن بعض الأحاديث الواردة في مسائل الفقه لا تخلو من فوائد عقدية أو تربوية أو غير ذلك من غير مسائل الفقه، مسائل أخرى غير مسائل الفقه. وحينئذ يكون كلمة الأحكام في من قال أحاديث الأحكام أو كتاب كذا في أحاديث الأحكام يكون من باب التغليب، لأن أغلب الأبواب المذكورة في كتب أحاديث الأحكام هي أبواب فقهية،